خل غدا ان شاء الله هذه الاحجام الطيبه تبارك الرحمن ايش كبرها نسميها مطاعه هذه في ليه بعد وين قبل بسم الله ما شاء الله خوش حجم ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شباب اخباركم عساكم خير اليوم عندنا طلعة سريعة حداق ما شاء الله من التوفيق انا واصلين قاعد اجهز بس اضطرت بنطلع صباحك الله بالخير صباح الخير شلونك خالد كيف الحال عساكم بخير جاهزين طيبين الحمد لله سلام شلونك السلام عليكم يلا الحين ان شاء الله مجهزين الاغراض توكل على الله ان شاء الله جينا مكان حق الحداقه ان شاء الله هني الناس كلها مسمره هذا بنوقف بينهم ان شاء الله نسوي جيجنج خالد تحدق ولا حداق جيجنج كلها واحدة يلا هذا الحين يبين اذا في صيد ولا لا شوف مسامرين ولا قاطين هذا من المص هذا اللي يقطون هذا لا هذول كلهم سماري هذا الحين وقفنا سنارتي جاهزة وهذا الجيج ان شاء الله خالد يصير قبل يقول يلا اثنيننا جيجات أسأل الله التوفيق صايد الخال شقل شقل هذه شقل هذه شوف الدائرة من هناك من الصوب الثاني من الصوب الثاني الدائرة الصوب الثاني شوفها الدائرة الدائرة شيمة شيمة شقارة هذا أول الخير شيمة صغيرة أقولك يعني ذبحنا بردنا تبي اعطيك اياه في غيره ترى هذه اول الصيد وشي ها الخال غدا ها تسوى يلا نسويها بعد هذه شو بتسويها ما ادري شيء كيف تاكو شيء كيفك هذا الطبخ عندك هذا الخال ما شاء الله صايد ما شاء الله جنمة أبو أي أنا صدت ها كيفك نفس إحداثياتنا ترى بس جنمة حق صخر هذا هذه نويبي ما شاء الله هذا نوي
عوده هنا. ايه كبيره. الحين النظام هني سماري يعني مع المايه بدون المص. هذول الناس التيار صاير جاي صوب هني، نروح هناك نوقف ونسمر. طبعا السمار هذا صدنا سمكتي ما شاء الله، هذه جنمه حيل كبيره تبارك الرحمن. وهذا هو البيئه الطيبه. طري شوي ما شاء الله. طبعا هذه انا صايده على الجق وهذه حداق الخام. ايه انت بدلت الخطه، نجرب حداق. افتحوا شاروا بعض. كلك راخي هذا خيط. بسم الله جاي ماسك خيطك قول يا الله. ايه هذه قاعدة الخال. ها لا قاعدة شعب. خيطك خيط وياي هذا. اوه شو الصوت هذا؟ هذا شو شي طلع من حلجة الحين. كيفك؟ عادي خيوطنا قريب، بس انت لا تعطي واجد اهم شيء. ايه فانت مساعد ظاهر انه مو مخليه راح هناك. اخيرا هذه ما شاء الله الثانيه وراها على طول. بسم الله ما شاء الله على الربيان الخال. ها اي قط قط ربيان والله على طول ما شاء الله. ما شاء الله على الربيان. بسم الله ما شاء الله الثالثة. تعالي تعالي ما شاء الله كله على الربيان ما شاء الله. هذا لازم تشيلون الذيل عشان لا يقعد يفتر بالخيط ويحيص. صايد؟ بحط حتى اللي تحت بحط ربيان. ضايقني الطرات ليش؟ يلا بسم الله. صايد بعد. طيب ما لي شطة. ايه سلم واحد صالح يستحق هيتو يا صايد Thank you.
يلا ان شاء الله خير. شلون دعمت خيطك هذا؟ ها؟ شلون دعمت خيطك؟ شنو دعمت خيطك؟ اسمك ما ادري يوم بس هذه حليوه هاي يكون شم بس تكفى لا 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 قاعد تدور ها؟ قاعد تدور بس حجمها حلو اقول لك ما شاء الله ما شاء الله هذه صدق داش مع العوم والله شعر لا انا قروه صغير هذا يرجع اي والله يرجع حرام هذا يرجع بعد قاعد ترك هني صح خال تر اي يلا رد رد خلينا نشوفه بس شفته اي انقط بحر اعطي اعطي انا بقطع بحر اي ما شاء الله هذا طريجعي او نقرور صغير بسم الله راح جت وياك يمكن؟ ايوه ان شاء الله عترة اه كاهي عترة صار ثنتين ثنتين هذه ما شاء الله نويبي شقة تبارك الله ما شاء الله هذه الحصيلة ما شاء الله خوش صيد اليوم صدنا ان شاء الله هذه الاحجام الطيبة تبارك الله ايش كبرها هاي نسميها مطاعة ما شاء الله يا الصيد طبعا هذا حق الخدم نعطيهم اياه يعني سواق خدم شيء قلتهم يستنسون على هالسمك هذا بالصدر خوش صيد تبارك الله صور كذي انت يعني ايه ما شاء الله هذا الخال جاب لي نويبي نويبي انا قاعد اقط الخيط تونا مصلين وبنحدق شوي عاد بعدين ان شاء الله نسوي الغداء الخال اي وعندنا يعني شغلات بين الريوق وبين حلو انه وقت الغداء ياكل حتى اما اللي لها بطاط وخرابيط اي وقت الغداء ما ياكل احلى شيء انك تكون وجبتي وجبه اي هذا الحين ان شاء الله شوي تحدق من توقف الماء الصيد يوقف شوي بنسوي غدانا هذه أجواء صعبة أنا هالمرة بصور لكم فاضي بعض التصاوير خلينا نشوف تضبط ما تضبط كل شوي نجد وهذه موجودة قاعد تصور ايه أقول لي عندي خمطات أخوش خمطة يا رب ما شاء الله ما شاء الله مقطع صور ترى كاميرا صورك ثاني بعد لا يا طلع عوار انا قلت قاعد تحتي انا ما شاء الله لا انقص لا
خلصنا. يلا توكل على الله. حط الصيد. يا رب ما شاء الله يا الاحجام تبارك الرحمن. ما شاء الله احجام طيبة. الله جاء عبيناها نويبي تبارك نحرك ما شاء الله الطراريد اليوم واجد حوالينا كل مكان هذولا قاعد يسوون جيك الحين بنروح مكان بنقط السن ان شاء الله وبنطبخ غدانا باذن الله شوف 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 ما شاء الله هذه خيوطنا هذه خيوط الجيكات سبحان الله هذا راس شمو هذا خال خلاص ماكو شم اليوم الحمد لله ما صدنا ولا واحد لا ايش يصير لا ان شاء الله ما نصيد وقفنا حطينا السن الحين بننقي سمكه يلا بسم الله ما شاء الله خوش صيد والله اي والله هذه تشيل مدد وينها هذه كاي والله ما توقعت كذا والله حلوه تكفي تكفينا احنا نقصها ونشوف اذا ما هذا نسوي اياها نوقي زيره بس انا اعتقد تكفي لان شنو تاكل انت تاكل لك اربع خمس قطع صغار يعني مع السندويشه بس يعني هذه نقصصها تاكوز اي يلا نسوي لها عمليه تقطيع الحين هذه بس قطعها الحين ما شاء الله خيرات 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 يعني بنقصصها ان شاء الله بنسويها فيليه عشان نسويها تاكوز كانت فيليه بس هذه سكينه الفيليه نقول بسم الله هذه فيليه واحدة حين الثانية نفس الطريقة بسم الله هذا اللي بقى من الشيمة فقط العظام هذه القطعة الأولى اللي هني شوف شان طلعت ويانا كاملة وهذا فقط الجلد طبعا هني بالنص في سلسلة عظام نشيلها هذه عادة يصير فيها عظام خلنا اوريكم العظم هذا العظم هذا نشيلها افضل وهذا نفس الطريقه هو يصير العظام بالنص لين النص هني خط هذا اللي بالنص تلمسه باصبعك تشوف العظم وين وتقص وتقص كذي
بس يعني هذه الشريحة اللي فيها العظام بينه. هذا عاد بالتصوير تبين ولا لا؟ هذا قطها خلاص الحين فيليه عاش عاش ما في عظام ما شاء الله، بس باقي انقطع، بس قطعه على هالكبر كذي كذي يقطع يعني إيه؟ يعني كذي يعني اي شيء تقريبا اكبر شويه. اوكي هذه القطع بعد التنظيف نوديها وين؟ غسلناها وخلصنا نوديها عند الخال. خال ما شاء الله ريحة الفلفل الرومي عجيبة. ترى هذا كافي نص ما نحتاجه. صح صل صح هذا الشغل كله ايه ردها بحر. حملة شنو؟ حملة ردها بحر. اها شفاف لا تقولون ما فيها لحم، كل اللحم خذينا. شفافة جدا. نقولها شنو؟ نقولها باي باي ردي بحر. راحت. طبعا هذا الجلد هني بعد شوي ان شاء الله اغسلها، بس هذه ستينة مالت الفيليه بغسلها الحين. نعم يعني نستخدم الجلوبز وكذا حتى نستخدم شغل الجلوبز حق مره واحده ونقطه يعني بعد ما شاء الله شغل نظيف شغل نظيف. طبعا هذا الفيليه ورافع ما شاء الله شيمه صراحه من بين سمين حلي حلو والله. احنا بنستخدم مهاراتنا هذه اي هذا يعني عام حق كل سي فود يعني حلو وما نبي نزيد شغلات وايد بس عشان السد ما احنا حاطين ولا شيء بس شويه هذا حق هالشيء ما اتوقع ملح كافي عليه ملح وفلفل اسود والبهارات هذه بس وهذا بنحطه هذا ونبهر فيها شويه وبنحط الباقي حق اسمه قول معي البطاط حق البطاط ولا عندي بهارات هذه حلوه هذه بهارات مسحوق كاري كاري ملح ما عندنا لا والله احنا شرينا خمر ملح الله ما ادري صادق نسيت صادق يقول ماكو ملح كافي ملح في ملح الحمد لله هذا الملح الباقي كثرنا لك بعد الملح اي كثر خلص الملح يا جماعه ملك اشتري طاش ما نتذكر يا اخوي ذكرني خلي يذكرونا الناس هذا لقيت اللي ذكر هذا انا ما اذكر الصراحه هذا ملح وفلفل اسود بس كافي يعني بس هذا بهارات هذه بهارات هذه بهارات حلوه يعني تنوك النية اتوقع يا سلام عادل. الحين هذا البطاط مال كشتتنا اللي طافت شوف توفير شفتي شلون التوفير ما شاء الله من الكشتة اللي طافت يا جماعه حاطينها هني بالفريزر باقي نص الكيس يلا من نصيبنا الحمد لله هذه خلطه الخال عاد الحين بطاط مو بس ملح عنده لا لا هذه شغلات هذه بابريكا بابريكا نحط وياها شويه كزبره ايه بس ترى شيء بسيط وهذا فلفل انا ما يبنى فلفل نسينا بعد فلفل يلا والله ما في فلفل علوب نسينا والله عاد ما يحلى لك صدق شفت الفلفل العلوب بس ما خليت والله نسيته والله والله شفته بس جايب لك فلفل رومي يعني هم نفس الشكل لا ما شاء الله شلون هذا؟ تحط له شويه بابريكا ما تبي تحط له زيت ولا ما له داعي؟ شويه زيتون وشويه بس كفاس يلا نبتدي بسم الله نحطها على وجهها هذا انا قاعد متحمسهم قلبهم تدري ولا ايش تبي؟ تبيكم حرفه شيء؟ الحين تقريبا خمس دقائق خلص على طول ما يحتاج لشيء بعد ما قفل على النار عشان ما بي هذا يخرب قبل ما قفل على النار هذا باقي له 10 دقائق اي على ما نحط هذا ونطلع البطاطس يعني بعد ما نقلب نسوي
تسوي؟ تسوي هذا تحط عليها عليها الزبده مع الشيء من أطيب السمك يعني عندنا يلا جهز الشيء يعني أتوقع يعتبر من فئة السلم يعني ما شاء الله كله هبر ودهن يعني فيعتبر من السمك الطيب لكم ما شاء الله هذا تجهيز التاكو شوف خليني أقول لك شغلة ترى كل هذا ماينيز إيه كل كشاته والحداقة واللي يروحون يسوون اكشن وهني ترى الطبخ احلى شيء بس بالطلعه اي والله احلى شيء بالطلعه الطبخ طبعا انا ليش؟ ما تشوفهم متكله يعني وقت الطبخ يصير هو الوقت المميز انا الحين اشوفه وقت احلى وقت انت الحين شايفه مثل ما انا شايفه بس الجبن نخلي اخر شيء ليش؟ هذا الجبن اما مال الطلعة اللي طافت كل شيء مال الطلعة تاريخ مشهور جديد لا طالع التاريخ الحين خلاص انتهى موضوع التاريخ وهو المفروض او الاحلى ويا خس مرتين سبحان الله ما لقيت والله اي شوف مرتين ما نسوي ويا خس سبحان الله بجيب خس هم رحت الجمعية ما لقيت خس تقشم بالظاهر ترى منتهي استوى وهذا الباقي بنحطه على هذا يلا الحين خلاص خلص هذا تقريبا خلص بس دقيقة تعطي دقيقة بعد دقيقة بس شوف اللون انا بحط شوي وعشان نسوي القياس هذا البطاط نحطه بسم الله 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 بطاط بالجبن بالتتبيلة هذا التاكوز يلا علينا بالعافية هذا بطاط بالجبن بسم الله مو عشان يوتيوب قول رأيك الصبية والله مسكت سلام لازم لازم ليمون ها أحبه ليمونتي اغلى نحن ريحتي ليمون يا سلام واللفه وانا اكلها بس ما اقدر الفها وانا اصور شوف انا اصور انا اصور شوف يلا وبعدين كذي كذي طبعا تاخذ من هذا كذي والله وتحط تاخذ يو شو 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 جبن جريمه شوف يا سلام هذه اللفة الصحيحة حق التاكو ما شاء الله شوف تقول برد ما شاء الله بسم الله باكل بيد واحدة حيل قوية صراحة
شوف لون السمكة من داخل بيضة، شوفها هي قوية بيرفكت صراحة. الله علينا بالعافية. شلون الخال؟ مساء الخال. يقول سمكة طيبة ما شاء الله. الحين آخر مرة يقول مسوين تاكو على تشم، والله فرق الطعم صراحة، بس هم التشم الزين يعني، بس الحين لا يفرق السمع على الأرض. حرام عليك. ها؟ تكلات. اي طبعا اقول لك يفرق السماء على الارض، بس هم من هذاك يوكل يعني. هذه نهايه المعركه. اخ الحمد لله، وجبه جدا جدا دسمه ولذيذه. الحين والله ودي انام، بس نقوم نصلي العصر. نصلي العصر ان شاء الله، وبعدها خال ودي حدق شوي. انا شكلي بحط راسي وانام هني لين نطلع. نعم نعم. اه الخال؟ نعم. فيك حدق انت؟ ايه هذا ما شاء الله. اه صيد اليوم ما شاء الله. طبعا الخال صيد. ايه مريح داخل. اعترف اعترف. ما شاء الله. ما شاء الله. خوش حجم. ايه. خوش حجم. صيد لنويبية بعد. ايه. شوف الحجم بعد. شغل عجب. ايه والله. بس ما راح يغريني، راح ارد انام. بعد الراحة الخفيفة. يبي لنا شاي. خال مسوي له شاي، انا بسوي لي شاي حليب ان شاء الله. بس الاجواء ما شاء الله روعه. شوف 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 الاجواء. اها هذا غروب الشمس هني. اللي يبي الاحداثيات يا جماعه كايا الاحداثيه اني ياشين هني، حط العمارتين هذول. لا الاحداثيه بين الشرف وطرق. والشمس هني والطراد هذا، راح تعرف المكان ان شاء الله. بس وقط هذا البحر. يعطيك العافية. عافيك. خلصنا؟ الحمد لله. الحمد لله. أجواء جميلة. إيه أجواء جميلة. صح. هذا الأجواء الجميلة ما شاء الله. تبارك الرحمن. خوش صيد. خال ما شاء الله صاد له بعد كم شعم ونويبي. والأجواء الجميلة. والحمد لله. خلصنا الصيد اليوم، كانت طلعة حلوة وسريعة. حدقنا وطبخنا واستانسنا. الأجواء كل شيء ما شاء الله مضبوط والله. الحين غابت الشمس تقريبا، أو ما باقي لها شيء صغير. إني خلصنا إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا استمتعتم بالمقطع هذا، ونشوفكم بالأيام الجاية. لا تنسونا من دعائكم ودعم القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.